مشاهدي القناة الوطنية الثانية عاصمة، مرحبا بكم في حصة جديدة من برنامج الحي فيلم اللي يهتم بكل ما هو سينما وخاصة أفلام الهواة وأيضا أفلام المحترفين وكل التظاهرات السينمائية. برنامج الحي فيلم معني بأنه يواكبها ويحكي عليها في هذا الفضاء. اليوم احنا باش نحكيو على زوز أشياء. الحاجة الأولى باش نحكيو على تظاهرة 48 ساعة فيلم اللي هي تظاهرة مهمة بما أنه هي فضاء لاستقطاب العديد من الشبان باش يقدموا افكارهم في مجال السينما. وايضا باش نحكيو مع زوز مخرجين شبان، ناصر العكرمي باش يحكي لنا على فيلمه اللي بعنوان انفيتاسيون، وايضا محمد امين حمزه اللي باش يحكي لنا على الفيلم اللي قدمه في اطار التخرج نتاعه وايضا شارك به في تظاهرات اخرى واللي عنوانه لو سيناريو. انا في البدايه سعيده باستقبال كل من اكرم المنصر، انت مدير تظاهره 48 ساعه فيلم، مرحبا بك. السلام عليكم. وايضا رؤوف سعد منتج ومخرج احدى الافلام المشاركه في هذه التظاهرة واللي سميته 2084 من 2016 من 2015 مشيت فينا طول 2084. اكيد فما برشا حاجات باش تصير في العام هذاك بما انه فما تطورات. ان شاء الله ديما كان في الخير. نرجعوا لاكرم باش نحكيوا على التظاهره هذه بما انها تظاهره تصير في اول اسبوع من شهر اكتوبر، تظاهره قايمه وكبيره برشا وسنه تقريبا خذت صدى كبير برشا بما انه العديد من الشبان شاركوا فيها. الساعه فكره التظاهره على شنو هي قايمه بالضبط؟ فكره التظاهره هو ال 48 ساعه فيلم 48 اور فيلم بروجيكت، هو مهرجان امريكي يصير من 2001 في العالم ويصير في 146 دولة ومدينة في العالم. يعني جاء لتونس عمنا في 2014 كانت الدورة الأولى. الفيلم هذا تقريبا وحيد في العالم لأنه عنده خصوصية أنك تنتج فيلم في 48 ساعة، من فيلم من 4 ل 8 دقائق. الفيلم هذا يعطوك معنا لجنة التحكيم تعطيك لي كونترانت امبوزي اللي هي ليني ديالوج والشخصية اللي باش تخدم عليها السيناريو والأوبجي الاكسسوار اللي باش تخدم به الفيلم نتاعك. لي جونغ دي فيلم معنا ما تعرفش شنو الجونغ دي فيلم باش تخدم فيه، تعمل تيراج وسوق باش يخرج لك الجونغ دي فيلم اللي باش تخدم به. يعني معناها اللجنة تعطيك الفكرة والحاجات اللي باش تخدم. أول حاجة يعني نسموها احنا كيكوف في نهار الجمعة، نهار الجمعة من 6 ل 7 متاع العشية يتقابلوا الفرق الكليكة في قاعة سينما يعملوا تيراج وسوق. أول معنا الشيف دي كيب يعمل تيراج وسوق يخرج جونغ دي فيلم. وكل عام احنا تهبط لنا من امريكا 14 جونغ دي فيلم، يعني فما فيلم كوميدي، فما كوميديا سوداء، فما فيلم دوغور، فما فيلم سيونس فيكسيون، وكل واحد وزهره معناها ما يخرج شنو باش يخرج. بعد جينا احنا نبعثوا ليح للولايات المتحده الامريكيه في خمسه شخصيات وخمسه لين ديالوج وخمسه اكسسوار. في الاخر في اخر احنا تقريبا ربع ساعه الاخير نتاع ليفينمو هذاك يبعثوا لنا شنو يختاروا هما. بعد ذيك احنا هذوما امبوزي الفرق الكل باش تخدم بنفس الشخصيه وبنفس الاكسسوار وبنفس لين ديالوج لازمها تتحط في الفيلم. ومطالبين انهم يرجعوا افلامهم من نهار لحد يعني بعد 48 ساعه 7:30 نتاع العشيه. السبعه ونص وثانيه زايده ما يدخلش في الكومبيتيسيون، يكون خارج المسابقه، يتعدى في قاعات السينما ولكن ما يدخلش في الكومبيتيسيون، ما تنافسش من اجل احسن فيلم في 48 ساعه اللي معناها تنجم تكون تختاروا لجنه التحكيم باش يمثل تونس مع بقيه الدول الاخرى في الولايات المتحده الامريكيه. يعني انت قلت لنا على امريكا وعلاقتها بالمهرجان هذا، شنو هي بالضبط امريكا وقتاش دخلت معناها التظاهره هذه لتونس؟ تقريبا عام ناول. هي امريكا هي صح يعني صاحب الفكره مارك ريبير هذيك هو المنتج اللي ينتج في الفكره هذه. احنا شلنا دروا دوتير نتاع الفكره جبناها لتونس. يعني كل عام ندفعوا معنا مقابل مادي باش احنا الفكره هذه تقوم بتونس ونكونوا تابعين المهرجان هذايا في الولايات المتحده الامريكيه. الدوره الاولى كانت في 2014، يعني كانت 19 20 21 هي الكومبيتيسيون، وقع بعديك عروض الافلام لان يقع عرضها يعني المشاهدين في قاعه السينما، والاختتام كان نهار 27 سبتمبر 2014. السنه وخرنا باسبوع على خاطر العيد الكبير جاء. يعني السنه كانت الكيك اوف يعني 2 3 4 هي الويكاند اللي يخدموا فيها الافلام 48 ساعه. 6 و7 و8 و9 وقع عروض الافلام، معناها يعني كانت العروض في قاعه ابن رشيد، قاعه ملكار، وقاعه سينما دار في قرطاج. ونهار 10 كان الاختتام، ولجنه التحكيم يعني اللي كانت متكونه من مدير التصوير محمد مغراوي ورجاء بن عمار وحمد علي بن جمعه اختاروا لنا يعني احسن فيلم اللي باش يمثل تونس في الولايات المتحده الامريكيه من 2 ل 6 مارس 2016 في اتلانتا جورجيا.
وتم اختيارهم الافلام هذه؟ شيء طبيعي، هي ابار يعني الفيلم احسن فيلم في 48 ساعة، فما تقريبا 13 جائزة اخرى، فما ثاني احسن فيلم، فما احسن اخراج، احسن سيناريو، احسن ممثل، احسن ممثلة، احسن يعني توظيف للاكسسوار، احسن توظيف للجملة تاع الحوار، احسن توظيف للشخصية، احسن موسيقى، احسن صوت، احسن مونتاج، برشا جوائز. تقريبا قداش من فيلم شارك؟ 25 فريق يعني شاركوا السنة، وصلوا 15 فيلم وصلوا في داخل المسابقة، يعني وصلوا قبل السبعة ونص متاع العشية، وسبع أفلام وصلوا خارج المسابقة، وثلاثة أفلام ما خلطوش باش يكملوا أفلامهم في 48 ساعة. هذوما يظهر لي من بين المتوجين عبيد الله العيار اللي كان حاضر معنا في الحياة. أي فيلم عبيد الله العيار هو 2084، الفيلم هذايا جونغ نتاعو يعني تقريبا في اعتقادي أول جونغ دي فيلم تخدم في تونس، لأنه الجونغ دي فيلم سيونس فيكسيون، الفيلم يعني خيال علمي، وقع اختياره من لجنة التحكيم كأحسن فيلم باش يمثل تونس إن شاء الله من 2 ل 6 مارس 2016 في أتلانتا. والأمنية المنتج نتاعو رؤوف سعد. رؤوف سعد، وإن شاء الله أنا اللي نتمناه يعني يكون ما بين أحسن 10 أفلام اللي وقع إنتاجها في 48 ساعة في العالم، باش يكون حاضر في مهرجان كان في 2016. أفاق كبيرة برشا للمهرجان هذا، وأيضا المشاركين في المهرجان هذا، وأفاق واعدة تستناهم. احنا تو باش نمشيو نشاهدوا بعض اللقطات من الأفلام المشاركة، ونرجعوا نحكيو على بقية التفاصيل هذه تظاهرة. Thank you.
تخافش وعديمة معك. ديتشي كان من كوكب الأرض، بالضبط بالضبط من حي الخضرة. خضرة بالتحديد من كولومبيا. هذا فرد ثنية. قول لي ساعة، واش عندك في كولومبيا؟ مزاليش لي ساعة ولازمني نشري. شوش تشري؟ شي يجري نرمى. رؤوف سعد، انت منتج فيلم اللي قدمه اللي توج في تظاهره 48 ساعه، فيلم اللي باش يشارك في امريكا. الفيلم بعنوان 2084. احكي لي كيفاش تمت الفكره، كيفاش تم التنسيق مع عبيد الله باش وصلتوا وعملتوا الفيلم هذا؟ والله الحقيقه هو الفيلم مش معناها باسمي الشخصي كرؤوف سعد، اما هو كان معناها الفيلم هذايا من انتاج المعهد العالي الخاص للدراسات الرقميه والصناعيه البصريه، معناها شاركنا باسم المؤسسه نتاعنا. كيف ما كان يحكي خويا اكرم، الفيلم هذايا ما تعرفش المحتوى شنو هو الجونر اللي مش تخدم عليه، دونك فما تيراج وصور يصير، مي احنا اون فيت ما كانش ما خديناش الميور فيلم من وحي صدفه، خاطر
اون انتيسيبي من الاول معناها كنا استباقيين شويه وقع تحذير معناها طريقه العمل كيفاش مش نخدمه تحذير المعدات اللازمه باش نكونوا معناها يكون كل شيء متوفر باش اي تيم مش يجينا نخدموا عليه اي جونر نكونوا احنا متحضرين دونك كان الاختيار على معناها ما تخليوهاش للصدفه معناها انتم حضرتوا تقريب كل المواضيع والا المحاور اللي باش يتم تطرق لها ولا جد فريق العمل خدمنا بصفه عامه بالضبط خدمنا بصفه عامه وفات خدمنا كيف ما نقولوا احترمنا لا بارتي بري برودكسيون في الافلام يعني كنا متحضرين لاي جونر وقع فما كاستينغ وقع فما لي روبيراج دي ليو اللي مش نصوروا فيهم اللي هما كان التصوير في لينا معناها وقع السيليكسيون تاع لي زونكادرون شنو باش يعملوا شنو باش كيفاش اثروا الطلبه خاطر هما الطلبه نتاع المعهد العالي هما اللي شاركوا في الفيلم هذايا في ليكريتور رياليزاسيون لا بري برودكسيون برودكسيون كل شيء دونك وقع التنظيم من الاول بعدين نهار في الكيك اوف كيف ما كان يحكي اكرم دونك صار تيراج وسور بعتلي جانا الفيلم ساينس فيكسيون Et en plus, من أكثر من كونه فما un genre معين مش نخدم عليه فما des mots clés معناها keywords اللي نخدم عليهم احنا معناها في ظرف 48 ساعة باش تخدم في ستريس وكل شيء يلزم ليكيب تكون متحضرة خاطر كلها معناها مش باش يرقدوا هما عملوا دي نوي بلانش وكل شيء دو نوي بلانش دونك وقع التحضير من الأول عبيد كان معناها حاضر مع ليكيب وفما زادة نقدم تحية لأحمد مسلماني وحسين السري اللي كانوا موجودين معنا كمؤطرين للطلبة هذوما دونك بريسك نقول لك أنا معدل جمعة قبل التظاهرة قبل ما نعرفوا الجونر كان فما تحذير كبير معناها للطلبة وكان فما روبيراج وكان فما معناها طريقة متاع عمل خاطر مش لي كونديسيون متاع الخدمة العادية اللي مش نخدم فيها دونك فما جيستيون متاع ستريس دونك وقع تحذير كانوا يعملوا في معدل 6 ساعات معناها اجتماعات في اليوم وين خلطوا الكيك اوف من وقتها دوب ما عرفوا الجونر والتيم ديريكتومون ايزون كومونسي معناها لا بارتي اكريتور وكل شيء كانت وقع تقسيم 48 ساعة هذه 12 ساعة بري برودكسيون معناها 12 ساعة بري برودكسيون 24 ساعة تصوير و12 ساعة معناها بوست برودكسيون وين قاع المونتاج وكل شيء والحمد لله معناها خلطنا في الوقت وكنا معناها كنا نعرفوا كونه ان شاء الله مش نكونوا من الاوائل معناها خاطر الحقيقة معناها لينا كان عندها دي زيكيبمون كبار برشا وعندها دي ستوديو اللي خولوا لنا نخدموا دون دي كونديسيون معناها مرتاحين به أكرم أكيد تعتبر مغامرة بما أنه المخرج والمنتج وكامل الفريق يخو على عاتقه إنتاج فيلم في 48 ساعة محمل بالأفكار عنده برشا حاجات يحب يحطهم محصور بالوقت يخاف لا يفوت دقيقة معناه تحس فما ضغط لكن هذا يولد إبداع في نهاية الأمر يولد إبداع وفما الضغط هذا كان بالنسبة لي أنا المهرجان هذا من دورة لدورة باش تولي عنا يعني أنت تشوف 25 فيلم بالنسبة لسنة في 48 ساعة معنا 25 فيلم قصير تونسي جديد وفي مختلف الأصناف نتاع فيلم هذا بالنسبة للتتويج للسينما التونسية وعام بعد عام باش نولو تولي عنا كتابة تولي عنا برودكسيون كبيرة ويولي عنا إبداع وعلاش لكن كما حكيت لك انا امنيتي انه الفيلم معناها اللي ربح السنه يكون موجود في ما بين احسن 10 افلام باش تكمل الفرحه نتاعنا للتذكير انه الفيلم نتاع الدوره الاولى فيلم شفار نتاع يوسف القسنطيني مش شارك به ومشى هو الهوليود يعني قابل غاديك ناس اخرين قابل تقريبا فرصه كبيره ياسر باش يقابل سينمائيين كبار في هوليود قابل الفرق المنجه الكليك اللي في العالم تقريبا 146 دوله كما حكيت لك ينجو فيه وكانت لي حتى هو فرصه مثلا عناول كان متوج وسنا ما خلطش في الوقت مثلا يوسف الفيلم نتاعو هذيك الحاجه الباهيه وفي اعتقادي انه يخرج ابداع كبير برشا 42 ساعه انا مسابقه ومنافسه واكيد المنافسه هذه باش تفرز اسابيع متميزه وهكاك تمشي وانتم كمنجين كمخرجين كمشاركين في الفرق هذه تحتكوا اكثر بالتجارب الغربيه اللي هي تجارب معناها متميزه وفرصه لكم انتم رأوا في حقا ولا ممكن هي زاد فرصه باهيه وماذا بينا احنا كان مثلا سلطة الاشراف وكل شيء تعطي اكثر قيمه للتظاهرات هذه خاطر معناها ما تطلبش ممكن تطلب بجي للتحضير وكل شيء اما ممكن تكون فرصه للشباب اللي يقرا في القطاع السمعي البصري والا المختصين معناها باش ينتجوا افلام وكل شيء وتكون معناها يظهروا في الصوره زاده خاطر كنشوفوا لو فوليوم معناها دافستيسمون اللي يتحط على المشاريع هذه مثلا كمهرجانات صغيره نتاع افلام قصيره ولا حاجه شويه بارابور معناها للي قاعد يتخدم في السينما التونسيه ولا في مسرح وكذا دونك ماذا بينا كتكون فما لفته فما برشا طلبه فما برشا دي جون عندهم برشا كفاءات
مجالات كبيره يلزمهم هالنوع من التظاهرات هذه باش فريمون يكتشفوا لي كومبيتونس نتاعهم، وزاد يخلق نوع من الكونكورنس. احنا نفرحوا كي كل مره تنزايد معناها تظاهره جديده في مجال السينما، على خاطر بالحق العديد من الطلبه يقول لك الافاق ضيقه شويه في مجال السينما، المتخرجين تبارك الله عددهم من عام لعام يزيد، لكن يقول لك ما لقيتش وين نقدم الافلام نتاعي، وين ننشط، وين باش نظهر معناها الموهبه نتاعي، يلزم تظاهرات في الحجم هذا بما انها تظاهره عالميه وتقدم بك القدام تهزك الكان اللي هي من اكبر التظاهرات في العالم. وفر لهم فرصه حقيقه يعني الدوله الاولى والثانيه مش يقعد متواصل، هو مش متواصل شيء طبيعي، هو يعني العقد متواصل الى سنوات عديده، المهرجان باش يكون كل عام وعام. تو تحس التظاهر هذه معروفه بالقدا في الوسط الشبابي المتواصل، هي بدات السنه مثلا تعرفت اكثر مثلا معنا، ولكن في العالم معروفه برشا، في العالم كانوا عاملين بارتنريه مع مهرجان كان، معنا مهرجان كان مثلا المهرجان تعمل زاد في بوليود يعني موجود في الهند، يعني دوله منجه اكبر دوله منجه تقريبا الافلام بعد هوليود يكون موجود فيها المهرجان هذا. اكرم اكيد انه المهرجان هذا يمثل فرصة بما أنه في التظاهرة هذية على النطاق العالمي برشا مشاركين، هكا تكون لهم فرصة باش يحتكوا أكثر بالتجارب الغربية بما أنه الأفلام اللي تم تتويجها تشارك في كان، وزادة تشارك في أيام قرطاج السينمائية، وإحنا على أبواب أيام قرطاج السينمائية. اكيد هو المهرجان هذايا من دورته الاولى لدورته الثانيه يعطي فرصه للشباب خاصه المتخرجين جدهم، مثلا المهرجان هذايا تقريبا بالنسبه لصناعه 8 شركات انتاج مشاركين والباقي طلبه متخرجين جدد، معناها الحاجه الباهيه انه المهرجان يعطيك الفرصه باش تشارك باش نحلك عقده انتاج فيلم، لان بالنسبه لنا في بلد يعني ما ننتجوش برشا افلام، تبقى لك ديما عقده باش تعمل فيلم الاول الفيلم الثاني الفيلم الثالث، المهرجان هذايا روحك بعد 48 ساعه يعني عندك فيلم وفيلم معناها محترم، واذا كان انت معناها تبدع فيه معناها يكون حاجه مزيانه برشا، يعطيك الفرصه انك اذا كان يكون ما بين احسن معناها احسن فيلم باش يمشي يشارك في امريكا، معناها بقيه الافلام الاخرى وعلاش لا ما يكونش حاضر في كان ما بين احسن 10 افلام. وكما حكيت لك عام الاول كانت عندنا يعني تقريبا يعني تعاون مع ايام قرطاج السينمائيه، وقع عرض احسن 5 افلام وقع انتاجها في الدوره الاولى في حصه خاصه بمهرجان 48 ساعه فيلم، وشنا تتكرر زاد الفرصه باش يكون معنا احسن 5 افلام وقع انتاجها في الدوره الثانيه باش يكونوا حاضرين في ايام قرطاج السينمائيه في حصه خاصه بالمهرجان هذايا، وهذا الكليك تعاون بين المهرجان كبير كيما مهرجان ايام قرطاج السينمائيه ومهرجان 48 ساعه فيلم باش الشباب هذا يتشجع من دوره لدوره يعني ويكون يشارك يعني برشا مرات في المهرجان هذايا، وعلاش لا كما حكيت لك ما يكونش حاضر في مهرجان كان ان شاء الله من دورات اخرى ان شاء الله. اكيد رؤوف تطمحوا باش معناها تتوجوا للافلام هذه وتشاركوا في كان. والله ان شاء الله احنا معناها حطينا لي مويان الكل باش يكون معناها الفيلم احسن ما فما، معناها المجهودات الكل نتاعنا معناها اون طونك مويان هيومان ولا تكنيك حطيناهم الكل باش ننتجوا الفيلم هذايا، ونعرفوا كونه سي اون كومبيتيسيون على انترناسيونال معناها ماهيش باش تقف عند تونس كهو، دونك كيف ما كان يحكي اكرم معناها مش يكون فما مش يتعرض العشرة افلام الاوائل، مش يتعرض الخمسة افلام الاوائل، مش يتعرضوا في ايام قرطاج السينمائيه، بعتالي معناها مازالت الكومبيتيسيون متواصله لوين تخلط الكان، معناها بالحق واحد يلزم يعيش اللحظات هذيك نتاع التصوير في 48 ساعه، كيفاش الموتيفاسيون نتاع لي جون هذوما كيفاش يخدموا كل شيء باش يوصلوا يعملوا هالحلم نتاعهم اللي هو تصوير فيلم، وانت تعرف كون القطاع السمعي البصري قاعد يتطور بصفه كبيره كبيره برشا، فما حتى مهرجانات كبيره ما نحكيوش حتى على 48 ساعه كهو، فما الموبايل فيلم بروجيكت زاد معناها كيفاش تصور دقيقة بالهاتف خاطر توا التكنولوجيا تطورت برشا، فما حتى مهرجانات تعنى بال معناها بالنوعية هذه نتاع الأفلام، معناها تصوير دقيقة من غير مونتاج من غير حتى شيء بالسمارت فون ولا معناها بالهاتف الجوال، فهمت؟ معناها يلزم دعم كبير، والتوانسة احنا معناها فما لي كومبيتونس موجودة يلزمنا نعطيهم الفرصة باش حتى توا نشوفوا الشباب قاعد يواكب في كل التكنولوجيات الحديثة بصفة عامة، حتى على مستوى العناوين تختاروا في عناوين معناها سابقة للوقت كما 2084 معناها نحسوا ديما التطور على مستوى الأفكار والإنتاج اللي يخدم طبعا السينما والسينما التونسية بصفة خاصة، الحديث يقعد ديما متواصل على السينما في فضاء الحياه فيلم، احنا توا باش نمشيو نشاهدوا لقطات من الافلام اللي شاركت في تظاهره 48 ساعه فيلم، وبعد باش نستقبل كل من نصر العكرمي ومحمد امين حمده باش نقدموا افلامهم ونناقشوها. شكرا لك اكرم الموصل على حضورك معنا، وايضا رؤوف سعد على حضورك معنا. بالمناسبه نقدم تحيه سامحني قصيت عليك للي شارك الكل، وتحيه خاصه لاكرم
واللي زاد اللي دعموا المهرجان كل واللجنة التحكيم كيف ما كان يحكي اللي معناها تعطي جدية كبيرة للمهرجان هذا دونك مشكورين. بالتوفيق ليكم، نمشي نشاهدوا بعض اللقطات المشاركة في التظاهرة الرياضية ونرجعوا لاستقبال بقية ضيوفنا. هل شوف ببرون على خاطر في داخل كل واحد فينا حلمة دنيا أحلى وعالم أزين وخير. Thank you.
ديجي كان من كوكب الأرض. بالضبط بالضبط من حي الخضرة. خضرة. بالتحديد من كولومبيا. أنا فرد في مية. كل ساعة. وش عندك في كولومبيا؟ مزاليش لي ساعة ولازمني نشري. مش باش تشري. جيجي. نورمال. كانت هذه بعض اللقطات الخاصة بالأفلام المشاركة في تظاهرة 48 ساعة فيلم، اللي هي تظاهرة مهمة برشا، خاصة الناس اللي تبحث على مجال باش توصل الفكرة وإلا الحلم متاعها في مجال السينما. فرصة أنه التظاهرة هذه نذكروا أنها تقام كل سنة في أول أسبوع من شهر أكتوبر. سعيدة توا باستقبال كل من ناصر العكرمي مخرج باش يقدم لنا فيلم محلو برشا، هو بعنوان انفيتاسيون، البطولة لطيب للممثل المرحوم طيب الوسلاتي. مرحبا بك سي ناصر. مرحبا يا عصيمة، يعيشك. وأيضا محمد أمين حمزة اللي باش يقدم فيلم سيناريو، مرحبا بك. يعيشكم بك أكثر. نرجع ناصر باش نحكي شوية على الفيلم هذا بعنوان انفيتاسيون. الفيلم هذا في إطار التخرج نتاعك من المدرسة لو عدي يظهر لي. هو تفضل. مش الفيلم هذا ماهوش مشروع تخرج، هذا فيلم عملته عملت البريميراني، يعني أول عام سنة أولى في المدرسة. سنة أولى في الفيلم
هو اللي دافع على روحه وقعد موجود حتى لتوا، يعني على خاطر انا خاطر الباز نتاعي ممثل، كي بديت بالمسرح كنت ممثل ودخلت نقرا في السينما خذيت الموضوع هذاك وخدمت على التكريم. الصدفه هي اللي جابت عم طيب تربطني بها الله يرحمه وتربطني بها علاقه كبيره، معناها خدمنا برشا في المسرح مع بعضنا، خدمنا زاد في السينما ممثلين مع بعضنا. في المشروع هذا خدمت على تكريم الممثل والمعاناة نتاع الممثل اللي يعانيها في طيلة الكارير نتاعو اللي هو التوا مازالوا يعانيوا فيها برشا ممثلين. سنة قدمتوا الفيلم هذا؟ هذا 2007 هكاك 2007 خرج الفيلم. عم طيب الله يرحمه مات، شارك في الفيلم هذايا، جاء تكريم بطريقه غير مباشره، معناها هو عم طيب عمل قدم برشا للمسرح التونسي، قدم برشا في التلفزيون التونسيه، عمل تور دو موند. ناصر ربما اخترت شخصيه طيب الوسلاتي بحكم هو ممثل بدرجه اولى في المسرح وايضا في السينما والتلفزيون، وانت زاد ايضا بالدرجه الاولى مهتم بالمسرح وبدايتك كانت في المسرح وبعد منها انطلقت الى السينما واختصيت وقريت في المجال. ربما هنا فما تشابكيه في الافكار بينك وبين البطل في المسرحيه. أكيد عم طيب هو كان صديق الجميع، عم طيب عمل المسرح وعمل السينما وعمل برشا حاجات، أما كي تقترح عليه والناس كل اللي اقترحوا على عم طيب كلهم عاونهم وقبل باش يخدم معاهم. كما قلت لك أنا خدمت على وضعية ممثل، معناها ممثل هو موجود في تونس معناها واللي برشا كيف ومازالوا موجودين، وفما اللي توا مازالوا يعني من نفس المشكل، خذيت المشكل هذاك وخدمت عليه. كي خرجت وانا معناها ما كنتش ننتظر اللي هو الفيلم معناها باش يطلبوه برشا والناس يحبوا يتفرجوا فيه، معناها طلبوني حتى من المغرب من برشا بلدان، انا ما نحبش نشارك به الفيلم معناها في مسابقه. خاطر انت عملته على اساس فيلم هو اكزرسيس اكزرسيس بالنسبه لي انا، مش تخرج معناها عملت بريمير عندي سنه اولى معناها كي دخلت، اول ما دخلت قالوا لنا معناها بار اوبليغاسيون لازمك تحضر سيناريو، السيناريو موجود في مخي خاطر ديريكت. وبعد لقيت الفيلم هذا شارك في عديد التظاهرات شارك خاطر الموضوع اللي خدمنا عليه حساس برشا خاصة في تونس معناها وفي العالم العربي، أما بصفة خاصة في تونس معناها لقينا برشا تهميش الممثلين التوانسة اللي هما يعدي كارير كامل اللي يخدم من بعد تلقاه مطيش. سر اختيارك للفكرة هذه معناها المبدع اللي ما يلقاش حقه، المبدع اللي بعد ما يقدم مسيرة كاملة في الفن في الموسيقى في كل الاختصاصات الفنية يلقى روحه في فترة من عمره متروك مهمش ما يلقاش باش يعيش باش يعالج. علاش جاتك الفكره هذه وانت في اولك معناها؟ انا بديت في المسرح، بديت بالمسرح الوطني عمري 16 سنه، دخلت مع محمد ادريس فنان محمد ادريس معناها في الوقت هذاك دخلت المسرح الوطني وعرفت برشا ممثلين وعشت معاهم خاطر عملت برشا تجارب مع برشا مخرجين، معناها شفت خدمت مع الكبير ومع الصغير، نعرف الوضعية اللي هذيك الوضعية اللي احنا مثلا كنا صغار نقولوا احنا وقتاش باش نلقاو فرصة. صغير مش خايف من الوضعية اللي باش لا انا الغرام تقول نخدم لا الغرام انا اللي هزني انا خاطر مشيت حتى دارنا كانوا ماهمش موافقين معناها باش نعمل فيه بالسرقة، كنت نعمل فيه نمشي انا نخرج نمشي نقرا ونتعدى نمشي حلفوين باش نعمل المسرح. اما في كي بديت بالمسرح الوطني وخدمت مع عامل هديدي الله يرحمه زاد، وعامل هديدي زاد عنده تاريخ كبير اللي هو يحكي لي برشا على الممثلين، يحكي لي برشا حاجات اللي هو زاد غرمني اكثر في المسرح. وكما قلت لك انا تعاملت مع المسرحيين الموجودين في تونس جلهم يعني مش بنقولش كلهم. ربما نصر انت كي دخلت في وسط الممثلين وكل واحد يحكي لك على جانب من حياته على أكيد. جزئيه من حياته خليك تفكر بجديه انك تقوم بعمل في اطار الدراسه نتاعك. هو الموضوع هذاك هو اللي شغلني وانا اللي بديتي لقيت حاجه معناها انت لازمك تكون باش تخدم على سوجي لازمك تكون انت مليان بيه معناها باش تعمل دي ريشيرش. انا الريشيرش موجوده معناها لقيت روحي اللي انا نعيش فيه معناها خاطر انا تعاملت مع برشا ممثلين، شاركت في برشا مسرحيات مع ممثلين كبار في العمر وكبار في التجربه ومع ناس بداوا زاد كيفي انا، اما انا قاعد ايش فيهم نخرج في لي تورني نشوف في الحالات نشوف شنو اللي يعني فيه تقول معناها
فنان فنان ممثل كل معروف عند الناس معروف لاباس احنا يعني. شوقنا الناس الكل باش تشاهد الفيلم هذا فيلم حلو برشا عنوانه انفيتاسيون يعالج موضوع المبدع التونسي والتهميش اللي ربما يوصل له في مرحله من مراحل حياته نشاهدوا الفيلم ونرجعوا باش نحكيوا شويه على مسيره ناصر العكرمي وين وصل توا بعد ما قدم الفيلم هذا هما 150 درهم تاع السي الملك ارتحنا منهم هذا 50 درهم تاع ماء وضوء وهذوما 50 دينار قولي انا يمكن ناخذ من عنده 20 دينار اخرى السي الملك احنا هو في سلسله انا اللي ويني انت ايش بك البارح ما جيتش للكلوب علي اوه يا حسره شدوا لي جماعه البوستة شديت الصف 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 حتى للاخر هي ما قلتليش عملت البارح واش عملت يا عاد مو استنيناك كي ما جيتش ولينا كملنا كسل الاخر تاسك ما هذا جاه ما يشتهي هذا الباقي ما تعرف يا حسن والله جيت هبال خير من اللي تتصور امان هاي صح حسن هذا يا سيدي جواب بعثوا لك مدير دار ثقافه ان شاء الله خير اوضاع فهم يحبوا يكرموني لا 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 ايه الله هذا خبير حلو لا حاجتي لا بتكريم ولا حتى شيء اسمع يا زي سي حسن ايش تو حتى التكريم ولا حياه فارغه يا زيني عاد ورسولي ورسولي انا لا حاجتي حتى بشيء يا زي حسن فرصة باش تقابل أصحابك القدم باش تسترجع هاكا ذكرياتك شنو هي تو؟ أصحابي القدم وي يا سي حسن راك أنت اللي غربتني بالمسرح ما تضيع عليش مورالي عاد بربي بربي على خاطري جرب جرب برا امشي ماكش باش تندم يز بربي سي حسن أسيدي باهي 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 يعيشك ربي فضلك هاي خليني نمشي تو هاي شدوا التسوق شعبين هاي فهمتني مانيش مهتم بالتسليم توا حاجتي بفلوسي انت ما تقوليش ما عنديش
وي أبو صباح بايتو لحظة فهمتنا ما نسي نور الدين لا سي كرفاسة فهمتني أنا نقدر فيك غدوة الصباح نلقى فلوسي على الطاسة سينو تخلي الدار وتمشي كشيت والله مزال كثر عن الملوك يملوك أنا مكشيش عندك أنت مكشيش عندك عايش خويا كلمتي أحسن نقدر فيك غدوة الصباح نلقى فلوسي سينو تخلي الدار فهمتني يا ملازم وي الفنانين يسعدني أن ألقاكم في هذا العيد اليوم العالمي للمسرح وكما جرت العادة وفي كل عام نحتفل ونكرم أحد رجالات المسرح التونسي واليوم بيننا زميل وفنان قدير قد أعطى لهذه المهنة الكثير وساهم في بناء سرح المسرح التونسي بأعماله المتعددة يسرني اليوم أن نكرم الفنان القدير أحسان الوسلاتي
كان هذا فيلم انفيتاسيون للمخرج نصر العكرمي، قدمته كما قلنا في اطار السنه الاولى في دراسه الاخراج بالمدرسه لو ادي. اكيد نصر الفتره هذيك كانت فتره حلوه برشا، فتره الدراسه، تو انت وصلت لمرحله الاحتراف، تخدم في مجال السينما والمسرح، ساعه وانت تلقى روحك اكثر في المسرح ولا في السينما؟ والله هي حلمه، هي الحلم كيفاش بدا. انا بديت، انا كيما قلت لك بديت بالمسرح، مشيت للسينما. للسينما خاطر هما يكملوا بعض. بالنسبه لي انا ما الممثل عزيز، اذا كان في المسرح باش يجيه الجمهور باش يقص له تذكره. نفس الشيء في السينما، انا حبيت نفس اللي نخدم عليه في المسرح هو اللي ننقله للفيلم ونخرجه للناس. فما حاجه اخرى اللي حبيت انا زيد نخدم في المسرح بماج سينماتوغرافيك، معناها خاطر الدنيا تورت، وليت ما عادش الصوره عندها رمزيه ودلالات أكيد اخرى. اكيد معناها باش تخدم على حاجات، معناها ما عادش المسرح كيف كان قبل، كيما ماخذين فكره الناس قبل مسرح، فما ناس المسرح تطور برشا، وليت ليماج موجوده. دونك انا من صحيح ان المسرح هو الكل بالنسبه لي انا، اما السينما والمسرح هما مربوطين ببعضهم، خاطر المسرح هي اللي جاب السينما. دونك دايوغ انت توا كي تشوف مخرج عامل مسرح ومن بعد يعمل فيلم، تحس انه المخرج هذا عامل مسرح قبل. باركونتر معناها كي تلقى مخرج مش عامل مسرح واختصاصه كان سينما من الاول، تحس اللي فما حاجه ناقصه في الفيلم نتاعه، وهذا لاحظوه في جل الاعمال السينمائيه. اكيد انت تشوف فما برشا مخرجين، فما اللي هما ما عملوش مسرح، ما تلقاها عنده موهبه، عنده عين، عنده حاجات ينجم ينجح. اما الاكثريه اللي ينجحوا خاصه في اداره الممثل، وهذه نحب نقولها برشا، راهي اداره الممثل مش اي واحد ينجم يقول لك راهو هذا انا نجم ندير ممثل باش يلعب قدام الكاميرا، ينجم يكون هو استاذ مسرح على روحه، يجيك يقول لك لا الممثل هذاك ما ينجمش. لا ما فماش حتى شيء ما ينجمش، ما فماش حتى واحد ما ينجمش يقف قدام الكاميرا ويمثل. اما المسرح يعاون في حاجه، يعاون على خاطر لي زيكزرسيس اللي نعملوا فيهم في المسرح هما بيدهم اللي ناخذوا منهم لين وصلنا للحكايه. انت دامين وتعرفها ديما، الناس كل خارتين على ستانسلافسكي زعما هذيك هي وباش يعملوا لاكتر ستوديو، واي واحد يقول لك راني انا نجم نعمل شيء هذا. اما هو بالحق معناه المخرج اللي عمل المسرح، انت كي تشوف يوسف شاهين ولا تشوف حتى في العالم، معناها الناس اللي خدمت عملت مسرح نجحوا في الشيء هذا، خاطر عنده منطق الخرافه، عنده معناها حتى في السيناريو النجم يكتب، نجم حتى كي باش يصلح ولا باش يعمل دراماتورجي يلقى عنده منين يجبد. انا شفت مثلا اصحابي اللي هما قراوا معايا دخلوا لمدرسه السينما ما عندهمش فكره على سيناريو، صحيح مغرومين، صحيح برشا حاجات، اما تنقصهم. نقول انا للمخرجين معنا اللي هما ما عملوش مسرح يمشيوا يتفرجوا في المسرح، يتفرجوا في برشا، والا تولي اختصاصي تقرا في المدارس السينما المسرح، معناها تبدا شهاده مستقله، يعرف المدارس المسرحيه يقراوها تكمل هكاك المسرح، يكمل يلزمو باش يعمل السينما، يلزمو يعمل ريشيرش هو باش يقرا معناها تاريخ الفن بصفه عامه، معناها باش يقراه، يلزمو باش يقرا المدارس المسرحيه، يعرف هذا وقتاش ايش عمل وهذا ايش عمل وهذه المدرسه هذه شنو اللي جابت وهذه اللي شنو، ومنه هو ينجم هو يخدم على الممثل نتاعه، وينجم يعمل ريشيرش وينجم يشوف ويعرف حتى كيفاش يكتب سيناريو، يعرف البيرسوناج هذاك شنو يحب ويعرف على شيء. انا نسال محمد امين بحكم هو دخل مجال الاخراج ودرس في المجال هذا، انت عملت مسرح، امين محمد امين عملت مسرح انت ولا؟ انا زاد نعمل مسرح. تبارك الله، معناها ملي صغير كنت نعمل مسرح في دار شباب وثقافه في مقرين، ومن بعد كبرت معايا الحكايه ودخلت في جروب في المنزاسيس مع سيمواز تركي اللي هو استاذ مسرح، ونخدموا معاه توا عندي 7 سنين معاه. والحق كما كان يحكي ناصر، معناها انه المسرح والسينما حاجه تكمل بعضها على الاخر، وتعاون برشا بالحق، سيختو العبد اللي يحب يكون مخرج نهار اخر المسرح يعاونه برشا، باش انه تكون عنده عين معينه، منطق خرافه كما كان يحكي ناصر بالحق بطريقه اخرى، مش بطريقه المخرج اللي ماخذ الكادر من سينما كهو. المسرح يعاون برشا اكيد. وبعد وين كملت الدراسه السينما؟ انا الحق بديت في منوبه، بديت في ليزام، ما سهلش باش نقعد غاديكا، دونك من بعد كملت في الاكاديمي دار دو كارتاج، في اكاديميه قرطاج للفنون، غاديكا قريت سينما بيان سور، قريت كانت سبيسياليتي نتاعي برودكسيون قبل ما نعمل رياليزاسيون.
دخلت في سبيسياليتي البرودكسيون عن طريقها هي حاولت نعمل وانه كيفاش نجمو نعملوا حاجه بمنطق البرودكسيون اللي هي تتسمى سوبر برودكسيون سورتو الافلام هيستوريك. حاولت بها هي نحاول نخدم حاجه سلون لي مويا اللي عندي انا والحاجات اللي انا نجم نعملهم. ودخلت في منطق الاخراج علاش خاطر الفكره متاكد اللي مع احترامي وانه اللي خدمنا بعضنا أنا كلنا انا فهمت علاش عملت الفيلم هذا لو سيناريو المشكله بين المخرج والمنتج على خاطر انت معناها عملت من الاول في المجال الانتاج وبعد توجهت للاخراج والفكره قعدت تخامر فيك. قعدت في مجال الانتاج ما بعدتش عليه لكن حبيت ندخل في الرياليزاسيون. يعني ديما نقول هيل وانا شفت فيلموه معناها تبارك الله عليه ساعه هما مع زيد خالد زيد تبارك الله عليه هما عاملين ثنية لرواحهم. بالنسبة للأمين يحب هو البرودكسيون، قلت له راهي البرودكسيون ماهيش نتاعك، معناها أنت خاطر تنجم أنت تبين المخرج تنجم تطلع خاسر، معناها خاطر المخرج ماذا به يكون وفي ديريكسيون زادة. أنا شفت ناس اللي هو أول مرة يطلعوا معاه اللي في الفيلم ممثلين أول مرة يشوفوا الفيلم ويشوفوا بالحق عنده عين تبارك الله عليه. اللي عاوننا سورتو في الحكاية هذه اللي حكى عليها ناصر اللي هي إدارة الممثلين لديريكسيون دكتور اللي نحب بالحق نوجه لها تحية من هنا اللي هي رؤية قلعي عاونتني برشا. هي أستاذ مسرح معناها في الأصل خدمت معايا في الفيلم كوم أكتريس تو نشوفوها وهي اللي عاونتني برشا في حكاية ديريكسيون دكتور. معناها كانت توجهني تقول لي يمين لازمك تعملوا مع الأكتور نتاعك هكا وتعمل معاه هكا. الحق اللي تعلمته من عندها واللي ريته شوية في المسرح سورتو مع سي معز هو اللي خلاني بوتيتر كما قال ناصر في ديريكسيون داكتور نجم نكون اون ريوسي وانه وصلنا لي زاكتور نتاعنا خدموا حاجه ميم سي سي لا بروميير فوا اللي يقفوا قدام كاميرا. معني بي انت اخترت فيلم الموضوع نتاعو حساس شويه، فيلم فيه بحث فيه ربما تاريخ، بحثت شويه في جزئيات زاده. الفيلم هذا كان مواكب للفتره اللي قدم فيها الفيلم اللي هي المشكله نتاع الفيلم المسيء للرسول صلى الله عليه وسلم. معناها جاوبت على كل الاسئله كل الحيثيات اللي ربما تمس الهويه العربيه الاسلاميه من خلال الوقوف على تاريخ الوقوف على شخصيات معروفة وصحت ربما بعض المفاهيم الخاطئة بما فيها اللقطة الخاصة بالمرأة اليهودية المسنة اللي قدمتها أنت بطريقة حلوة برشا كيفاش كانت هي معادية الإسلام وبعد الفكرة هذه غالطة، بالعكس كانت هي إنسانة تحب معناها التعاون. هي كانت سامحني حتى كانت قصت عليك، هي حاولت تعاون الإسلام بأبسط حاجة وأنه كانت جوست تمشي تهز المكنسة نتاعها وتكنس قدام الجامعة اللي هو أول جامعة في الإسلام في المدينة المنورة. الشيء هذاك خلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقتها وأنه نهار وفاتها معناها مشى في جنازتها وخرج حديث معروف بالكدا وقتها. الحديث هذا خرج وناس كانت تسأل معناها يقولوا له يا رسول الله علاش مشيت في الجنازة نتاعها وكل، فكان الرد نتاعه قال لهم بالحق معناها أن معناها باش يكون العاقبة نتاعها ومثواها باش يكون الجنة على خاطرها حاولت التعاون بحاجة بسيطة على الأخر والحاجة وأنها كانت معادية قبل الإسلام هذيك حاجة مشيت على روحها لأنه نعرف أنه الإسلام يجب ما قبلها معناها يدخل في الإسلام ويجب ما قبله معناها ينسى الحاجات اللي تعديت هذيك الكل. حاولت نختار القصة هذه خاطرها سي تري امبورتونت للناس توا معناها مانيش نحكي في اثنين وأنه باش نحكيو على ملحدين ولا نحكيو على ناس ما تمنش لي بالعكس، لكن نحاولوا نفهموا أنه راهو الإيمان اللي عانى من داخل راهو ينجم يقعد وينجم يعيش معانا حتى ولو نكونوا بعدنا شوية على ديننا راهو ديما فما 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 أمل فما إسبوغ أنه نكونوا بالحق ناس باهيين وبوتيتخ معانو نكونوا ناس كل نهار آخر في الجنة معناها بعد عمر طويل العباد الكل. علاش؟ على خاطر أبسط حاجات فما حاجات بسيطة في ديننا. البريود اللي قعدت بالحق نخمم فيها في الفيلم علمتني برشا حاجات على دين الإسلام. يعني قعدنا تبارك الله صافي 3 ans ريشيرش ميمسي انا وقتها مازلت نقرا لكن الريشيرش بدات عندها 3 سنين والورشه اللي تكونت لاتولي اللي تكون اللي هو مع غازي وخالد والولاد الكل نوجه لهم تحيه الياس وامين والكل الكل ان شاء الله ما نكون نسيت فيهم حتى حد. الولاد قعدنا مع بعضنا قاعده واحده معناها نعملوا في الريشيرش مع بعضنا ايميم لو سيناريو بالحق كتبناه مع بعضنا يعني اوكي سي ليدي نتاعي لكن تكتبت مع بعضنا ومشيت في ثنيه باهيه. قعدنا قابلنا برشا معناها مشايخ قابلنا ناس مشايخ من السعودية قابلنا ناس مشايخ في الزيتونة قابلنا إمام في الجامعة قابلنا إنسان شفناه معناها عملتوا بحث قبل ما حاولنا نبحثوا على الأخر دخلنا برشا في سلفيين وحاولنا نعرفوا علاش هالفكر هذا الفكر السلفي المتشدد معناها علاش الناس قاعده تمشي في انطلقت في الفيلم هذا بالحادثه اللي صارت في الايامات بعد الثوره معناها المشاكل اللي صارت في السفاره الامريكيه واحداث كبيره برشا وخذيت انت مشاهد وصور حقيقيه من الواقع اللي عشتها ما بعد الثوره وهكا بنيت عليها حكايه كامله دامت 18 دقيقه او 18 دقيقه مش سهل باش
كل جزئيه من الفيلم، وقفت على كل جزئيه، واحنا قبيله حكينا على ابسط حاجه اللي هو الديكور اللي هو يلعب دور كبير برشا، وصارت لكم مشاكل في الديكور صحيح. لكن اصريتوا على مواصله الفيلم، وحتى معناها اضطريتوا انكم تقوموا بالديكور وحدكم بابسط الوسائل والامكانيات المتاحه لكم. احنا قبل ما نكملوا ونواصلوا في الحديث على الفيلم، اكيد باش نشاهدوا الفيلم اللي عنوانه سيناريو لمحمد امين حمزه، ونرجعوا باش نواصلوا حديثنا. تظاهرات خرجت اليوم بعد صلاة الجمعة في عدد من الدول احتجاجا على الرسوم والفيلم المسيء للإسلام، في حين فرضت قوات الأمن التونسي إجراءات أمنية مشددة للحيلولة دون أي تجمع أو تظاهرة في البلاد، منعا لتكرار ما تعرضت له السفارة والمدرسة الأمريكيتان. أغلقت الحكومة التونسية بالأسلاك الشائكة شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، ونشرت الشاحنات العسكرية والمدرعة، ومنعت حركة السير خلال النهار وبشكل خاص أمام السفارة الفرنسية. أما أندونيسيا أقصى جنوب شرق آسيا، فتظاهر المئات أمام قنصليات وشركات أمريكية وفرنسية تنديدا بالرسوم المسيئة. وفي باكستان خرج المتظاهرون في يوم عشاق الرسول الذي أعلنته الحكومة كيوم للرد على الفيلم المسيء، لكن الرياح جرت بما لا تشتهي الحكومة، لتندلع صدامات مع الشرطة أصيب فيها بضع عشرات، ونتج عنها إحراق دارين للسينما في بيشاور. فرنسا والولايات المتحدة أغلقتا احترازيا بعثاتهما الدبلوماسية في معظم البلاد الإسلامية، إلا أن الخارجية الأمريكية عمدت عبر إعلان تلفزيوني يظهر مساعدة أمريكا للدول الإسلامية، ويفصل بين الحكومة ومنتجي الفيلم في محاولة منها لاحتواء حركة الاحتجاجات والتخفيف من حدتها. أما فرنسا وعلى الرغم من دعوة مجلس مسلميها إلى عدم التظاهر والاحتجاج، إلا أن الحكومة أكدت أنها لن تسمح بتنظيم احتجاجات في شوارعها، وأنها ستتعامل معها على أنها عمل محظور. مصطفى خطيب، العربية. ما بك يا أبا سفيان؟ ما عهدتك يوما قلقا، وما عرفتك يوما خائفا جبانا. وما عهدت محمدا كما عهدته آخر مرة، كان دائما قويا لين التباع، لكن رأيت في عيني هذه المرة ذات القوة ممزوجة بالقسوة. نظر لي وقال: ألم يأن لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟ ويحك ويحك يا أبا سفيان، ألم يأن لك أن تعلم أني رسول الله؟ يا أهل مكة، من أغلق بابه فهو آمن، من دخل المسجد فهو آمن.
يا أهل مكة يا أهل مكة، من أغلق بابه فهو آمن، من دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبا سفيان فهو آمن. يا أهل مكة يا أهل مكة، من أغلق بابه فهو آمن، من دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبا سفيان فهو آمن. يا أهل مكة يا أهل مكة، من أغلق بابه فهو آمن، من دخل المسجد فهو آمن. لقد وفى بوعده، ما أزهق روح أحد وما اقتحم دار أحد. إنه يغلق قلوبهم ويفتح صدورهم لا بيوتهم. انتصر دون إراقة الدماء، وما أحب هذا الانتصار على قلبه. أمحمد على حق ونحن على ضلال؟ نعم، قد كنا على ضلال مبين، أخذتنا الأنفة بالعزة وأخشى الغرور عيوننا. ترى ما محمد فاعل بي، وأنا من قتلت عمه حمزة. قد يصفح عنك، إن إلهه غفور رحيم. ألو بي؟ أهلا عسلامة، شن حولك؟ لبس عليك؟ لا لا لا، شوية قريبه برا. اي دو طون سون طون ما تعرفش على تليفوني وني بدا مطيش. لا لا، علاش نتهرب؟ لا لا لا، تحط حد شايفي بلك. اي قدرة ربي تنكلمك، وان شاء الله نتقابل نعمل قهوة مع بعضنا. داكورد، في الامان. يا الله، ليس عندي مال أفديك به، ليس لي سوى ما تبقى من بصري وهذه المكنسة، أقم بها بيتك عسى أن تغفر لي سنينا كنت فيها على ضلال. غريب الأمر هذه العجوز، إني أراها منذ مدة تقوم المسجد بعد كل صلاة. أتعرفها؟ إنها ممحجن، مذ أن أعتقها سيدها وهي على هذا الحال. طلع البدر علينا يا رسول الله، جدتي كنت أبحث عنك. ها أنا. ما الذي أصابك يا جدتي؟ أنا بخير، لا تفزعي. وجدت ضالتي، رأيت في وجه محمد ما كنت أبحث عنه. وعما كنت تبحثين؟ أسلمت على كبر
وما قدمت للإسلام شيئا، خفت أن لا يقبل إسلامي، لكن ابتسامة رسول الله في وجهي أراحت هواجسي وصرت مستعدة للقاء ربي. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. جدتي جدتي جدتي، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد، ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها بعد أيام، فقيل له أنها ماتت. قال: فهلا أذنتموني؟ فأتى قبرها فصلى عليها. أيوة، ما عطيتنيش رايك في حكايتنا. راه يفوق ان اميليور لي سيناريو. كيفاش؟ امان يفو شانجي جوست كلكو سيكونس ارتوشي. كيفاش؟ هذا تاريخ والناس كل تعرفه، ما نجمش نجي انا نبدله. تيزي قالوا تاريخ وقالوا رايق بارد، انا قلت لك بدلو التاريخ احنا نكتبوه. اون بليس مش يقولوا للدين دين تسامح، اللي فما اون ريلاسيون هيستوريك انتر لي تروا ريليجيون. اون بليس توا ربيع عربي، أنظمة جديدة، ديموكراسي، دي نوفيل استراتيجي. سي لو مومون، تا سي لو مومون باش ننساو لي صار الكل ونحسنوا علاقتنا بك لو موند اونتي. اي لا جو كوا كو سا سرا فريمون اكسيبسيونيل اي مانيفيك نوتر ميساج. كيفاش؟ تي انا ماذا بيا نزيد نوضح اكثر. افكتيفون باش توضح، اما ماهوش بالضروره باش تحكي على اول مجد والصحابه والتاريخ اللي نعرفوه. كامل الافلام اللي تعملت تجاوب على الافلام الموسيقى الكل. هذوك سو سون دي فيلم بلانيفيي بيان يوتيزي، وراهم توت اون استراتيجي وزيد فوق هذا. نوبلي با زاده اللي تدير فيه برشا حاجات ماهيش واضحه. اون توليكا مازال عندنا الوقت، خمم في كلامنا مليح. نوبلي با اللي انا ارتيست، ارتيست قبل ما نكون برودكتور، مي لار نوفو ريان دوفون لارجون. أين كنت يا امرأة؟ كنت أفعل ما عجزت وسادة القوم على فعله، كنت أشفي غليلي من محمد. وماذا فعلت؟ لا يهم ما فعلت بمحمد، المهم ما ستفعله أنت به وما ستفعلانه أنتما به. من؟ محمد؟ ومن يكون غيره؟ أصبت يا ولدي، أنتما العصا التي ستقسم ظهر محمد. وكيف ذلك؟ رقية وأم كلثوم. ما بهما يما؟ ستردانهما إليه بائسات يائسات. ولكن رأسي برأسكما، حرام إن عصيتما أمري. أما ستردانهما إليه وتقولان: يا محمد قد كفرنا بالنجم إذا هوى وبالذي دنا فتدلى.
بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب. في جيدها حبل من مسد. مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا. مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا. مذمما أبينا. كنا مليار السيناريو تاريخ احنا مش يقولوا لي بنتي انت سامح هذا فيلم لو سيناريو لمحمد امين حمزه. الفيلم هذا ساعه وقتاش عملته بالضبط باش نحطوه في الاطار نتاعو الزمن؟ الفيلم هذا يتصور 2013 معناها في نفس العام اللي صارت فيه، معناها 2012 صارت احداث السفاره معناها قبله بعام. وقتها كان عندنا واحد من الاولاد اللي خدموا معنا ديك الدرجه في الفيلم كان يخدم مع ميشان تيلي في تونس ومشى يصور الاحداث نتاع السفاره هذيك. معناها فما برشا دي فيديو من الاولانيين في الجينيريك نتاعو هو مش ماخذينهم من قنوات اخرين، قعدوا عنده هو دونك حاولنا ناخذهم. وبدات من غاديك الحكايه. الفيلم هذا قعدنا نصوروا فيه ابارتيغ من شهر مارس حتى كشي لجوان، ديما تصوير شهرين لكن مش شهرين معناها على بعضهم، خاطر نقعدوا نخدموا لو مونتاج، نخدموا ساعات حاجات في الميكساج، معناها قعدنا نخدموا ونقصوا في التورناج. صارت لنا برشا مشاكل. احنا كان بريفيو باش نخدموا في ديكور معين، معناها اتفقنا مع الناس وكل، لكن مالوروزمون نهار اللي مشينا باش نبداو نخدموا قالوا لنا لا وما كنتش تخدموا فيه. دونك تحس فما اون ديسيبسيون صارت ليكيبا كامله. والبروجي هذا تبني على حاجه وانه تبني على اسبيري ديكيب، معناها الناس اللي دخلت تخدم فيه الكل الكلها طموحها وانه يكون البروجي هذا يخرج ويوصل للناس ويتعدى. الحمد لله ما وقفناش، دونك حاولنا بابسط المواهب نتاعنا نحاولوا نعملوا الديكور اللي احنا حاشنا به اللي ريتوه في الفيلم. هذاك الديكور تعمل في دارنا، معناها صحيح تقلقوا شويه امي وبابا مالوغوزمون الله غالب قولوا لهم سامحوني. معناها حاولنا دونك ناخذ الديكور هذاك في الدار، خذينا في دارنا بيت كبير الفوق في السطح وعودنا عملنا فيها لو ديكور الكل وجبنا لي زاكسسوار. الحمد لله الجيران والاصحاب والحباب الكل وفروا لنا كل الحاجات القديمه، اي حاجه قديمه جبناها. من غاديك بدا التصوير اللي تصور الداخل الكل، ومن بعد خرجنا صورنا حاجات البر. صورنا في الزريبه العليا في زغوان، منطقه حلوه برشا معناها وبرشا افلام من برا يجيو يصوروا فيها. ديجا خدينا غاديك صورنا الاكستيريور والباقي كله تصور معناها في تونس ما بين الحق ديار الاصحاب ديار الحبيب وشويه حاجات هكا. مشينا بحذا سيلوت في تركي في بنزرت، هو كان معنا اكتور في الفيلم ووفر لنا اسباس غاديك باهي باش صورنا فيه. الحمد لله مشي بحاجات صحيح
كي تشوف الخدمه مشيت بجهود معناها امور ماديه مشيت كان يذاتيه يعني الكل كان في اطار الفريق وحبكم واكيد نصر انت عاش اللحظات هذيا خاطر مطالب فيلم في السنه الاولى في السنه الثانيه في التخرج معناها تعوضت بالاجواء هذيك معناها بيان سور هو الغسره نتاع فيلم الليل دامينو يعرف معناها اما من بعد ولينا احنا نجربوا ماذا بينا باش نعملوا افلام اما المشكله في باش نعملوا افلام دامينو يلزمنا برشا حاجات اما ما فما حتى شيء ما يخليناش ما نعملوا السينما معني كنا معني لي جون كلهم قاعدين يتحركوا يحبوا يخدموا ونعاونوا بعضنا برشا اكيد في وحتى معني صعوبه ما توقف انسان انه ما يكملش العمل نتاعو ما يوصلش في المجال اللي اختاره وحبوا عن قناعه وقراه 3 سنين وفما اللي كمل حتى بعد 3 سنين معناها اختيار عن قناعه رغم صعوبات احنا مثلا كي ندخلوا نقراو في سينما ماذا بينا ما نخدموش في التلفزه مثلا تقول نمشي نعمل سينما انا نحب كلنا نعملوا كلنا بعد تلقى صحابنا الكل نخدموا في التلفزه هي مش معناها خايبه ولا لا ما تقول ديما السينما عندها شعر اخر عندها اكيد ثم اختلاف كبير برشا بين السينما اما المشكله في البلاد هذه لازم يزيد يحركوها شويه فماش برشا انتاج في السينما يقول لك انا نختار ربما حاجه واضحه نكمل بها حياتي وتبدا منظم حياته اكثر خاطر السينما واللي يخدم في السينما تحسه ديما معناها فما حريه وابداع والحاجه اللي تحب تعملها تعملها هي البلاد هذه خلقت برشا ناس باهيين معناها حتى التقنيين واللي قاعدين توا حتى معاكم في التلفزه اللي هما كلهم زادوا عملوا سينما واللي هما حلموا برشا حاجات اما يلزم زاد شويه حركه وفما شويه اراده سياسيه باش تنجم تولي فما سينما وفما زاد سينما تولي تتسوق لبرا وتخرج كيما انت كيما انت لقيت الفيلم تاعك نتاع سنه اولى معناها مطلوب وتشارك به في عديد التظاهرات وتوا اليوم قدمناه في التلفزه زاد محمد امين في اطار التخرج لكن بعد اوتوماتيكمون لقيت الفيلم هذا شاركت به في تظاهرات اخرى بعد اعاده المونتاج طولت فيه ساعه ولا كان لا طولنا فيه شويه وصلحنا برشا حاجات صلحناها ما خاطر ماك تعرف في التخرج لازمك ديما تخلط البروجي نتاعك في نهارو دونك فما حاجات في المونتاج كانت فيهم برشا دي ديفو تكنيكمون معناها تقنيا كانت فما برشا حاجات غلطه دونك تصلحت هذيك الكل وتعاود الميكساج الكل معناها الصون تاع الفيلم اللي خذيناه كله عاودناه يعني تعاود فما حاجات تعاود الدوبلور فما كيما فما الرول نتاع عتبه ولد ابو لهب هذاك الرول كله تعاود دوبلور خاطر الصون نتاعو ما كانش واضح بالكدا دونك جبنا عبد اخر وعاودوا دونك هذه هي معناها حاولنا نصلحوا المشاكل التقنيه شنو وين شارك وشنو التظاهرات اللي شارك فيها والا فماش حاجات مسابقه لا فما حاجات احنا اول بروجيكسيون صارت لي جورني كولتوريل هذه كانت اورغانيزي من عند نظموها الجامعه المركزيه الخاصه بتونس الفستيفال هذا كي تنظم الحمد لله خذينا فيه الجائزه الاولى نتفكروا معناها نهار هذاك كانت بالحق ظاهره باهيه برشا من بعد عمل دوره في تونس الكل لكن تعدى في مهرجانات تنجم تقول ما تعداش كمسابقه اكثريه المهرجانات ما قبلتوش كمسابقه للهواة يعني برشا افلام برشا مهرجانات منهم لو فيفا قالوا انه الفيلم هذا سي ان فيلم بروفيسيونيل دونك ما نجموش نقبلوه في فيلم دون لو كادر نتاع لي زاماتور والهواة الحق دونك تعدى كحاجات معناها يتعدى كتكريم ولا يتعدى معناها في اور كومبيتيسيون عرفت يتعداو خارج المسابقه الحمد لله تعدى في تونس الكل عمل تورني في تونس الكل وزدنا عليه حاجه اخرى احنا لي جون الكل اللي يعرفهم ناصر معناها ليكيب نتاعنا كل اللي خدمه في الفيلم هذا ما وقفناش على حد التظاهرات الاخرى حاولنا نعملوا التظاهره نتاعنا وفكرتنا نحن عملنا لي جورني دي جون سينياست ايام سينمائيين شبان هذه التظاهره احنا خلقناها معناها باش نحاولوا نشاركوا معنا لي جون الاخرين وان شاء الله معناها التظاهره هذه نحاولوا نكبروها بشويه هي اسمها لي جي جي سي ان شاء الله تكون الطفل الصغير نتاع لي جي سي سي ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق لكم في المجال هذا شكرا لك الناس العكرمه على حضورك معنا وبالتوفيق في مسيرتك